ما شاء الله تبارك الله. لسنا في جورجيا أو في ضواحي سويسرا أو في البوسنة والهرسك، إننا في جازان، بالتحديد في محافظة العارضة. جمال الخضرة والطبيعة مع جمال الظأن والماعز والطير الأبيض، ومع غروب الشمس، ومع هذا الجمال وهذا الدلال وهذا المنظر الأكثر من رائع، لا إله إلا الله، شيء لا يوصف، شيء لا يصدق. جمال ما بعده جمال، جمال ما بعده جمال. سبحان من خلق ورزق الصورة عن ألف صورة، لا يحتاج الصورة من تتكلم. متع ناظريك وعينيك بهذا الجمال الرباني وهذا الطير الأبيض.